من عمان معنا عبر الهاتف لينا الكرد، مسؤولة إعلام في منظمة اليونيسف. أهلا بك معنا سيدة لينا. اليونيسف تقول إذن 40% من ضحايا الحرب في سوريا هم أطفال، وطبعا نعلم بأن ضحايا الحروب بالمرتبة الأولى يا نساء يا أطفال يا كبار السن في سوريا. ومنذ بدء الثورة وإلى حد الآن شهدنا يعني انتهاكات بحق الأطفال مختلفة. بحسب توثيقاتكم أنتم في اليونيسف، كيف تنوعت هذه الانتهاكات لتشمل 40% من الأطفال؟ نعم، فلحرب السبع سنوات في سوريا آثار مدمرة على الأطفال والعائلات، وبالأخص الفئة الأكثر هشاشة وأكثر ضعف هم الأطفال من ذوي الإعاقة وذوي الإحتياجات الخاصة. فكان من آثار المدمرة على الأطفال هو موت العديد منهم في العام 2017. فقد تحققت اليونيسف من مقتل أكثر من 900 طفل في العام الماضي، وهو تقريبا أكثر من 50% من العام الذي سبقه، بالإضافة لوجود العديد من الأطفال الذين أصيبوا بإعاهات وإعاقات دائمة بسبب الحرب. فمثلا أصيب بسبب الحرب في سوريا حوالي 1.5 مليون شخص بإعاقات دائمة بسبب الحرب، عدد كبير منهم من الأطفال. كما تسببت آثار الحرب ب 86 ألف بتر لأطراف العديد من المصابين. تنوعت كذلك الحرب في سوريا أو آثارها على الأطفال بالعمالة الكبيرة التي نراها من عمالة الأطفال، فقد تصل أحيانا إلى 3 سنوات يبدأ الطفل في إن كان العمالة أو التسول، بالإضافة لانقطاعه عن المدرسة والزواج المبكر يصل إلى 13 عام. طيب أيضا اليونيسف ذكرت بأنه أكثر من 3 ملايين طفل معرضون يوميا لمخاطر الذخائر والألغام حتى في المناطق التي سادها الهدوء نوعا ما في سوريا. جهودكم يعني جهود المنظمة لحماية هؤلاء الأطفال، نزع الألغام تحديدا في المناطق التي ربما تعتبر هادئة نسبيا الآن. نعم، جهود اليونيسف مستمرة في دعم الأطفال وخاصة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال عموما. جهود اليونيسف كذلك تكمن في تقديم المساعدات المادية للأطفال وأهالي الأطفال، مساعدات مالية مستمرة. فعلى سبيل المثال وصلت اليونيسف إلى أهالي أكثر من 5800 طفل وتقديم له المساعدات المادية، بالإضافة لبعض البرامج الشمولية التي تشمل الدعم النفسي الاجتماعي. فكما تعلمون أنه الإصابات والإعاقات ليس فقط هي إعاقات جسمانية، ولكن أيضا أثرها يمتد على الطفل وعلى نفسيته وعلى قدراته العقلية. فبالتالي قدمت الدعم النفسي الاجتماعي إلى أكثر من 773 ألف طفل، بالإضافة لتقديم البرامج المختلفة في فيما يخص موضوع الدعم النفسي الذي تقولون سيدة لينا بأنه اليونيسف تقدمه باستمرار، من خلال ماذا؟ ما هي البرامج التي تركزون عليها بالتحديد؟ البرامج التي نركز عليها هي تماشيا مع مبادرة أطلقتها اليونيسف وهي بعنوان لا لجيل ضائع. فتقوم اليونيسف بدعم من الأجهزة الوطنية المختلفة إن كان في سوريا أو في البلدان المضيفة للاجئين السوريين، بتقديم هذا الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال إن كان في داخل المخيمات أو من خلال الجمعيات الأخرى والمدارس الحكومية. الخطة التي وضعت الآن لإنقاذ هذا العدد الكبير من الأطفال سوريا؟ الخطة هي الاستمرارية في تقديم ما تقدمه اليونيسف من برامج شمولية للأطفال بشكل عام، وخاصة الأطفال من ذوي الإعاقات. ولكن اليونيسف تحتاج إلى الدعم، تحتاج إلى توقف الحرب، تحتاج إلى رفع القيود كافة لكي تستطيع الوصول إلى الجميع. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا السيدة لينا الكرد، مسؤولة الإعلام في منظمة اليونيسف. كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك.